يحملون أرواحهم على أكفهم ليضمنوا استمرار وصول التيار الكهربائي إلى عموم المستهلكين دون انقطاع. كادر فني كويتي مؤهل ومدرب يقوم بغسل خطوط الضغط العالي من دون فصل التيار الكهربائي. يعملون في إدارة صيانة الكيبات الأرضية والخطوط الهوائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء. الراي رافقت الفريق خلال إحدى جولات غسل الخطوط الهوائية. الآن يتم غسيل خط هوائي وانت كيفي تحت الجهد بكوادر وطنية متخصصة ومدربة. هذا كله تحت الجهد غسيل بحيث أنه لا يأثر على النتورك على الشبكة الكهربائية ولا يأثر في انقطاعات على المواطنين وعلى المستهلك، ويتم تنظيف وصيانة الأبراج أو الخطوط الخط الهوائي وهو تحت الجهد. يفرق عن سابقتها من الأعمال التي كان فيها انقطاع كهربائي. فبداية خاصة الأعمال في الصيف، الكوادر الوطنية تبدأ أعمال الصيف من 4:30 أو 5 الفجر بسبب يعني حرارة الجو، تفادي لحرارة الجو، تفادي بعد سرعة الرياح. فيتم الغسيل في الصباح الباكر يعني من 4:30 5 إلى الساعة 8:30 أو 9 أو إلى يعني أجواء يكون مناسبة. هذا بالأعمال الصيف. طبعا المعدات معزولة كهربائيا، معدات يعني متخصصة في الأعمال غسيل تحت الجهد والصيانة تحت الجهد. في عند الجروبات طبعا أو المجاميع الحمد لله غطينا جغرافيا الدولة كلها، الكويت الحمد لله 6 مجموعات في القطاع الجنوبي و6 مجموعات في القطاع الشمالي بكوادر وطنية مدربة ومتخصصة. الكوادر الوطنية اللي تكلمنا عنها الآن تلاحظ الفني الآن الكويتي متخصص مدرب غسيل تحت الجهد، كيف يتم غسيل الماء، هذا الماء طبعا عديم الأملاح، مياه مقطرة. شوف كيف يتم تغسيل، الغسيل يتم عن طريق نظام الزجزاجي مثل ما يقولون، يبدأ من تحت العازل ويصعد فوق لحد ما بداية العازل أو أول العازل. تم تنظيفه تقريبا من 15 إلى 20 دقيقة يتم تنظيف البرج الواحد. عملية الغسيل تتم تحت الجهد من دون فصل التيار بماء مقطر خال من الأملاح لمنع تسرب التيار الكهربائي، حيث تقوم وزارة الكهرباء والماء بتوفير عوامل الأمان للفنيين من خلال الزي الآمن، وهي بدلة معزولة كهربائيا وحزام وقفازات وخوذة. ولله الحمد بفضل الدورات والخبرات اللي قاعد ناخذهم قدرنا أن نواجه المخاطر والمصاعب، والحمد لله يعني قاعد ننجز للأحسن للديرة. موضوع السيارات نعم يعني ساعدتنا أفضل من ما نكون على التسلق. العملية كلها بعد الخبرة والدورات قمنا نبدأ بالغسيل يعني ذاتيا، وطبعا الأمور كلها متوافرة، حتى السيارات ما شاء الله معزولة عن الكهرباء والماء مقطر معزول طبعا ما يوصل كهرباء، ومشينا يعني بالشغل الحمد لله بلشنا يعني. اي طبعا احنا كنا ماخذين دورات بالدوام من اول شيء، وهالامور ساعدتنا وايد يعني خلتنا نفهم شغلنا بالضبط يعني. تخضع عملية غسل الكابلات الهوائية لعدة اشتراطات، اهمها ان تكون سرعة الرياح اقل من 35 كيلومترا في الساعة، ويتم الكشف المبكر عن الأعطال من خلال الكاميرات بالأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية. خالد الفارس، الراي.